Hallo und herzlich willkommen. اليوم سألت معكم للدرس الـ11 بدروس ein Verb, eine Präposition. مثل ما سبق وحكيت بكل درس من هدول الدروس عن 10 أفعال وبعدين الحرف الجر اللي بيجي معهم رح أحكي اليوم كمان عن 10 أفعال وحروف الجر اللي بيجي بعدها داتيف. خلينا نبلش. الفعل الأول معنا اليوم هو leben, von. leben مثل ما منعرف يعيش, von يعني من. leben von يعني يعيش من, مثل er lebt von seiner Rente. er lebt von seiner Rente يعني هو يعيش من راتبه التقاعدي, يعني هو عايش على راتبه التقاعد, يعني بيصرف مصاري الراتب التقاعدي ليقدر يعيش. ننتقل هلا للفعل الثاني اللي هو leiden. leiden بتيجي بعدها حرفين جر, احيانا بيجي الحرف an. وقت اللي نحن بيجي بعدها الحرف an يعني بتصير leiden, an يعني يعاني من, ولكن هي المعاناة بدها تكون داخلية, مثل er leidet an einer Krankheit. er leidet an einer Krankheit يعني هو يعاني من مرض. طبعا هون شفنا انه المعاناة داخلية لهيك حطينا leiden an. اما اذا كانت المعاناة خارجية فمنقول er leidet unter, مثل er leidet unter der Hitze. er leidet unter der Hitze يعني هو يعاني من الحرارة الزائدة أو الشوب. فهون شفنا أنه الشغلة هي جاية من برا مو من داخل الإنسان, يعني الحرارة أو الجو هو اللي شوب, لهيك نحنا استخدمنا unter. كمان فينا نقول sie leidet unter ihrem Mann يعني هي تعاني من زوجها, فكمان منستخدم unter. إذن الفرق أنه أن للشيء الداخلي وأنت للشيء الخارجي. الفعل الثالث هو liegen. liegen an معناتها أنه السبب يقع على أو السبب يرجع أو يعود إلى, مثل Es liegt am Wetter, dass ich Kopfschmerzen habe. Es liegt am Wetter, dass ich Kopfschmerzen habe. يعني هذا الشيء يعود إلى الجو, أنني عندي وجع رأس, يعني أنا رأسي عم يجعني وهذا الشيء بيعود بسبب الجو. meinen zu. meinen zu طبعا meinen معناتها يعني أو يقول. meinen zu يعني رأيي بشيء معين. خلينا ناخذ مثال. was meinen Sie zu meinem Vorschlag? was meinen Sie zu meinem Vorschlag? يعني شو رأيك باقتراحي؟ نفس halten von اللي حكيت عنه بالدرس 10. was halten Sie von meinem Vorschlag? 2 نفس المعنى. الفعل الخامس هو melden by. melden by يعني يقدم طلب عند, يعني مثل يشتكي على شخص عن دائرة حكومية, مثل ich habe den Diebstahl schon bei der Polizei gemeldet. Ich habe den Diebstahl schon bei der Polizei gemeldet. يعني أنا اشتكيت أو قدمت طلب عند الشرطة بالسرقة تبع الحرامية. طبعا اشتال هي السرقة, ديبشتال هي سرقة الحرامي, هن بيقولوا كلمة واحدة معناتها السرقة اللي هي ديبشتال. فإيش هبدين ديبشتال شون باي دي بوليتساي جميلدت يعني أنا قدمت طلب عند الشرطة بسبب السرقة. وشفنا إنه بعد باي جاء اسم مجرور اللي هي دي بوليتساي صارت دي بوليتساي. passen zu. passen zu يعني يلائم إلى. dieser Hut passt nicht zu deinem Kleid. dieser Hut passt nicht zu deinem Kleid يعني هذا أو هذه القبعة لا تناسب لفستانك. الفعل السابع هو profitieren von. profitieren von يعني يستفيد أو ينتفع من. er hat viel von ihr profitiert. er hat viel von ihr profitiert يعني هو استفاد منها كثير. منا يعني من مرة معينة أو من بنت. rechnen mit. rechnen mit يعني يحسب حساب شيء معين. ich habe schon nicht mehr mit dir gerechnet. ich habe schon nicht mehr mit dir gerechnet
إنه أنا ما عدت حسبت حسابك. لو افترض نحن كنا بدنا نطلع مشوار وشخص قال لنا أول شيء إنه بده يجي، بعدين قال ما بدي أجي، رحنا بعدين على هالمشوار، قام لقيته الشخص، فما كنت حاسب حسابه بالأكل، فشو قلت له؟ إنه أنا ما عدت حسبت حسابك بالأكل لأنه فكرتك ما عدك تجي. إيش هبشون نش ما مديا غشنت لما حسبت حسابك. غيدن فون يعني يتكلم عن. Alle reden nur von diesem Film. Alle reden nur von diesem Film. يعني الكل عم يحكوا عن هذا الفيلم. مثل sprechen über. شفنا إنه نحنا sprechen über جا بعده مفعول به. حكيت وقتها إنه sprechen über معناته يتكلم عن، وقلنا alle sprechen über diesen Film. أما هون alle reden von diesem Film لأنه إجا داتيف بعده. الفعل الأخير هو sich richten nach. sich richten nach يعني يهتدي بي. طبعا هو فعل منعكس لهيك حطينا له sich. ich kann mich nicht immer nach dir richten. ich kann mich nicht immer nach dir richten. إنه أنا ما بقدر دائما اهتدي فيك. أنا لا أستطيع دائما أن اهتدي بك. خلصوا الأفعال العشرة معنا لهذا النهار، بتمنى تكونوا استفدتوا منهم. أي سؤال فيكم تتركوا لي بالتعليقات. بتمنى لكم نهار سعيد. bis zum nächsten Mal. tschüss.